نفتح كلمة بأي كلمة بيغلط معانا بالحديث وبيعلي صوته علينا بكلام يعني عيب عليه يحكي وما توقعنا نحن نسمعه بنطاق العسكري اللي نحن فيه، لأنه نحن فدينا حياتنا وشلنا حياتنا المدنية وتركنا أهلنا وأولادنا وجينا مشان ندافع عن وطننا وقاعد وطننا، مو مشان نسمع كلام يذلنا ويهزئنا أو مشان نلتحق بالدعارة وهيك شغلات. أنا جوزي مقاتل وبشرفني هالشيء، مقاتل للدفاع الوطني، طلع الدفاع الوطني في شرف أكثر من وزارة الدفاع والضباط اللواء 130، صاحبوا بنات لندواتهم الشخصية وصاحبوا بنات اللي بتعجبهم صاروا يبدلوا بين البنات، واللي بتعجبهم بخلوها واللي ما بتعجبهم معاملته الحقيرة معاها. أنا أم لطفل وحيد تركته ببيتي كرمال بلدي وأرضي وعرضي، بس للأسف الشديد ضباطنا حرمية سرقونا بمصارينا، سرقونا بأكلنا وشربنا، سرقونا بشرفني معاملتهم السيئة لا أخلاقية، هني لا أخلاقيين. نحن رحنا لعند السيد العقيد عماد طلبت منه إجازة لأنه عندي طفلين، طلبت منه إجازة وما رضي لأني ماني حلوة وما بدي صار بده يعمل معي شغلات هيك وهيك. وامبارح كمان انا كنت لعند سياده العميد، كنت لعنده لاطلب منه اجازه، بيقلعني من عند الباب، يعني بحاكونا كلام طالع نازل وبيهنونا وكل يوم كل يوم بيعملوا لنا دروس وبيهونوا فينا، ومن الساعه 8 للساعه 2 احنا قاعدين بالشمس وبيهنونا، لا اكل لا شرب لا حمامات لا مي، يعني بيعاملونا معامله سيئه جدا جدا يعني. وفي بعض البنات كانوا مرضانين واخذوا اجازات وكانوا نقاها وما رضوا يعطوني يحطون بالمجاي يقعدوها، وانا كنت مرضانه وكانوا عم يدربونا على السلاح على اساس مشان اللجنه الروسيه دائما عاملين انه عم يدربوهم على السلاح للبنات، وهي كلها كذب كذب، بس انه مشان يوجهوا الروس انه نحن عم نتدرب على السلاح، هذا مو صح، كذابين، ما عم يدربونا على شيء، عم يجيبونا كل يوم الصبح من الساعه 8 للساعه 2 ليهونوا فينا ويبادلوا فينا، لا بيشربونا مي ولا بيطعمونا ولا بيسقونا، كل واحد ببيوتها باخر الدنيا. هي الهويه مو معترف عليها، وانا 100 بلد وقفت على الحاجه مشان هي الهويه، وما بيت ما في، بيعطونا 93 الف وكلياتها صرفنا على الطرقات، ما بيأمنونا ما بيت، أمنونا ما بيت، يعطونا حقنا اللي نحن بدنا اياه، وكلياتنا جايين كرمال هالبلد، وانا عندي اخ شهيد وعندي صبيان وانا كلياتنا في ده هالبلد، بس هن ما عم يأمنونا طلباتنا، يأمنونا طلباتنا لنحن ناقصين الجهود اللي عنا. بالنسبة للدورة، بأيام الدورة لما كانوا يجوا الخبراء الروس وقلنا الفخر بجيتهم ويا ميت أهلا وسهلا فيهم، لأنه نحن تحت إشرافهم وبنرفع راسنا بهذا الموضوع. لما كانوا يجوا على اللواء يتكركب اللواء كله، كانوا يقدموا الطعام من احسنه بالنسبه للطوعيين. بالنسبه للتدريب، انا من البنات اللي كنت درب للصبايا، كانوا يشوفونا انه عم نتدرب، بس يروحوا يصير التدريب سيء. في بنات مدربين صح ومقاتلات صح وبيشتغلوا صح، بس في بنات هن مريحين للتدريب والضباط استغلوهم لاسباب جنسيه.